بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء ده هنكمله اللي احنا وقفنا عنده، وهنعمله البلوكات اللي هتيجي للبرد بتاعنا. بس عشان بس نسينا نعمل حاجة بسيطة جدا، الباك جراوند بس كنا عايزين نحركها، هي الهوريزونتال سبيد دي اللي هي الحركة بتاعت الهوريزونتال. انا لو عايزه يتحرك ناحية اليمين هخليه موجب، لو عايزه يتحرك ناحية الشمال هخليه سالب. فبين انا عامله ده بيتحرك يمين، فهخلي ده سالب مثلا 1 حسب السرعة اللي انا عايزها، مش هتفرق قوي. فاحنا نعمل تيست عشان نفتكر برضو احنا وقفنا عند ايه. ادي اهو البيرد بتاعنا، البيرد ده بيجري وبيتحرك وبينزل وهكذا. هي دي الحكاية اللي احنا وصلنا لها. مثلا سمو دي بس كده روم تيست مثلا او روم بلاي ايا كانت. هنبدأ نعمل البلوكات. قبل ما نعمل البلوكات يعني عايز اضيف الارض مثلا، ممكن عشان نضيف الارض، ممكن حتى يعني عشان ما نتعبش نفسنا ممكن نضيف مجرد يعني نحط على الباك جراوند نفسها الارض، بحيث ان ما يبقاش اوبجكت بياخد حيز من الجيم نفسه. واحنا اهو جينا جبناه كده وناخده الارض اهي، ادي الارض اتخدتش كلها، ناخدوها كده اهو تمام. ادي الارض، الارض دي بقى هناخدها ونضيفها على طول هنا، بحيث ان احنا ايه يعني ما نتعبش نفسنا في حاجة يعني تكاد تكون مش مهمة جدا. ادي اهو زق يمين زق تحت كده، احنا عملنا الارض. الارض هتتحرك طبعا بنفس المقياس، فاحنا هنعمله اوبجكت نسميه اوبجكت جراوند. جراوند ده اللي هو هنحطه في الارض تحت، ممكن نعمله مثلا كده ونخليه اسود، بما ان ده مش هيبان لان انا خلاص استغنيت عنه بان انا اركب في الباك جراوند نفسه الارض. هضيف بقى البلوكات دي، ادي هسميه سبرايت بلوك او جراوند عشان نفرق بين بلوك وجراوند. ادي النظام بتاع الجراوند، هنخليها مش مهم نعمله صغير يعني، بس هنلغي الفيزبل بتاعته، الفيزيباليتي بتاعه هنضيفه بقى هنا كده. ادي كده هو خلصنا منه. ادي البرد كده، الارض بتاعتي عملتها، وادي البرد بتاعنا كده، خلصنا اول جزء. دلوقتي هنقوله البرد نفسه، اول ما انت تلمس البلوك اللي هو الجراوند يحصل ايه؟ ان انت هتقف تماما، هيتعمل لك ستوب ايج كده كله يعني. ممكن حتى يعني اول ادي كوليجن اهو، اول ما يعمل كوليجن مع الاوبجكت جراوند يحصل له ايه؟ يحصل له ستوب كامل. ستوب ده اللي هو ايه؟ اللي هو ان سبيد يساوي صفر. احنا ممكن نوقف كل حاجة ويز اول مع كل الاوبجكات، نعمل السبيد بتاعها بيساوي صفر، وبرضو نعمله نخلو الباك جراوند الباك جراوند سبيد بقى اللي هي باك جراوند اتش سبيد. الباك جراوند احنا مستخدمين باك جراوند رقم صفر، فهنخليه صفر برضو. هنشغله حاجة اسمها الارم هنشرحها دلوقتي. هنخليه مثلا اي 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 اللي هي ثانية، اللي هي بتاعت اي 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 كده مثلا، احنا ممكن نخليها ثانية. واحنا طالما عاملين الفريم بتاعنا 60 يبقى نخليها الثانية بتاعتها 60. الالارم ده عبارة عن ايه؟ الالارم ده بقول له كمان 60 ثانية اعمل كذا. فانا دلوقتي هقول له بعد ما الالارم بتاع 60 ثانية يحصل، وبعد كده هضيف الكود بتاعي اللي هو ان الجيم يتعمل له ريستارت مثلا. تمام. ممكن حتى هنا عشان
نلغي الجرافيتي برضو عشان ما ننساش، نلغي الجرافيتي. اول ما يقف نلغي الجرافيتي كده، جرافيتي يساوي صفر. تمام، هنجربه بقى. بس قبل ما نجرب هنعمله حاجة مهمة جدا. هو دلوقتي اول ما هيخلي الارم، اول ما يحصل كل ده، اول ما هيلمس الاوبجكت هيحصل ان الارم يتفعل. طب ما هو هيفضل لمسه طول ما الارم شغال، فالارم هيفضل يفضل 60، مش هيقل، لان هو طول ما هو لمسه. يعني ممكن نجرب دلوقتي هتلاقيه مثلا لما بيقع بيفضل لمسه، ويعني مات بقى خلاص، هو المفروض مات. يعني المفروض الجيم بقى يتعمل له يعني نظام جديد ويتعمل له ريستارت. لكن انا عندي واجهت مشكلة ان هو ايه، ان الالارم لسه حتى الان بيتخزن فيه، الالارم لسه بيبقى 60. فانا هقول له لو الالارم نفسه اصغر من الصفر، يعني الالارم لسه اساسا ما تفعلش فيه حاجة، تعمل كل ده. انما لو الالارم خلاص، يعني لو الالارم خلاص اتخزن فيه 60، انا عايزك تزوده لي ليه؟ فهي دي الحكاية. هنجربه دلوقتي هنلاقي ان هو ان شاء الله بيشتغل. 60 خلصوا، اشتغل تاني جيم تاني، او بقى ان احنا هنضيف السكور ده اللي هنشوفه في الاجزاء الجاية كده. لما بيموت بيحصل ريستارت لوحده، بيموت بيحصل ريستارت لوحده بعد الفترة اللي انا بعملها. نروح بقى للجزء التاني اللي هو البلوكات اللي هي اللي هتيجي عليه. هنسمي مثلا الاوبجكت اللي بيجي عليه اوبجكت مثلا تاور، مثلا عشان ان دي تنفع حتى لو طيارة. يعني التاور ده هناخد له صورة، مثلا هنعمل له الاول سبرايت تاور، ونجيب له الصورة من الملف بتاعنا، من الباك جراوند بتاعتنا اللي بناخد منها الريسورس كلها. ادي اهو كده، ادي التاور. تمام، ناخدها كده. تمام، خدنا التاور، وبعد كده هنضيفه هنا. ادي كده هو ده التاور، زي ما احنا شايفين طوله 160. احنا عندنا لو نفتكره الروم بتاعنا كان عبارة عن، كان كام في كام، كان عبارة عن ان هو يعني هنا ادي هو ده اعلى حاجة بيعمل، او اقل حاجة، او هكذا. يعني هي دي الحكاية كلها. تمام، هو بقى احنا هنكريته هنا، يعني هو مثلا هيتكريت هنا، وعايزين مثلا ان هو يعني احنا هنعمل ايه، هنخلي الاوبجكت ده يتكريت بطريقة ما دلوقتي هنقولها. بس انا لما يتكريت انا عايز يتكريت واحد زميله ده يبقى عكسه في الاتجاه سالب واحد، وبيكون يعني ده بيبقى هيبقى سالب واحد كده. تمام، وهيكون ده بقى هيكون، هو مش عايز ليه يبقى سالب واحد، ثانية واحدة كده. تمام، هو مش فاهم ماله، يمكن هو فليب اكس، فليب واي. تمام كده، انا عملت له فليب واي، انا عايزه يبقى مثلا يعمل واحد تاني فوقيه بنفس الامكانية دي، بحيث ان هو ايه يبقى البيرد نفسه مربوط انه يعمل ده. فاحنا مجرد بس هنكريته واحد من دول ونخليه يتحرك كده، وده والنفس ده هو ده اللي هيكريت واحد فوقيه بعكس الاتجاه. دلوقتي هنعرف ازاي، بس قبل ما نعمل اي حاجة يعني هنضيفه، هنمسحه دول، هنمسح ده، هنخلي ده بس لوحده. ده كده هو بيقول لي دلوقتي امسحهم ولا لا، فانا هقول له لا ما تمسحهمش، سيب ده كده. هو بيقول لي امسح الحاجات اللي بره، انا هقول له لا سيبهم انا عايزهم. وهنخلي ده هنسنتره، ونخلي الواي بتاعه صفر. هنقول ليه دلوقتي ده اللي هو المكان اللي هو بيتنشأ منه. نثبت ده ونسيف، وهنضيفه بقى، هنضيف له الحركة بتاعته. بس قبل ما نضيف الحركة احنا قلنا هنكريت واحد زميله ده هنسميه مثلا تي، اختصار لتاور. هنقول له انستنس كريت مثلا على مسافة على نفس الاكس. تمام، على نفس الاكس، ولكن يختلف في الواي. الواي انا عايزه يكبر، يبقى اكبر منه، فان انا بطلع
يبقى بالسالب. طالما انا بطلع بالسالب هخليه مثلا سالب 64، والاوبجكت ده هيبقى اوبجكت تاور. تمام. التي ده بقى انا عايز اضيف له، هو هيبقى نفس الشكل، هيبقى نفس الشكل بتاعه، هيبقى باصص لفوق. لا انا مش عايزه يبص لفوق، انا عايزه يبقى الايمج واي سكيل هيبقى بتاعه سالب واحد. ليه بقى؟ يبقى معكوسه. احنا مش هنستخدم يعني، هي دي الطريقه الامثل والاسهل، وهي دي اللي هستخدمها يعني بنفس الطريقه. بس انا عايز اضيف حاجه، انا كده لما هكريت واحد تاني، لما الاوبجكت ده هيكريت زميله، ده زميله هيكريت واحد فوقيه، انا مش عايز اعمل الحركه دي. فيعني ايه، مش هتفرق قوي، بس لكن عشان يبقى حاجه تانية هقول له if place free، if place free او بليس يعني مش ميتنج، اللي هو اكس واي ناقص 64 للاوبجكت تاور، يعني مفيش اوبجكت تاور فوقيه. اف نوت يعني لو مش موجود فوقيه تاور يعمل تاور. تمام، انا كده عملته بس لسه ما حركتوش. فانا هقول له كمان الجزء ده creating another تاور. الجزء التاني بقى ان انا عايزه يتحرك سبيد، هخليه الاتش سبيد بقى الحركة الافقية. الاتش سبيد بتاعه هيبقى لو انا عايزه يتحرك الشمال يبقى سالب مثلا 2 او سالب 1، بما ان الكاميرا بتتحرك يعني عشان ما نصعبش الحكاية قوي. ونخلي الاوبجكت ده اول بقى ما يلمسه يحصل نفس الكلام، عشان بدل ما اقعد اعيد الكتابه دي او اعمل لها كوبي، انا ممكن اخلي الاوبجكت تاور نفسه يرجع للاوبجكت جراوند، بحيث ان اي تعامل مع الاوبجكت جراوند يبقى هو التعامل مع الاوبجكت تاور، بحيث ان لو البرد لبس الاوبجكت تاور يرجع تاني يقول انا لمست الاوبجكت جراوند وهكذا. فاحنا هنجربه دلوقتي، هيبدأ ادي اهو التاور، ادي واحد جريت منه يا اما خبطت فيه اهو، ادي اهو بيخبط فيه. هو هنا بقى بيلمس ال هنا في، احنا اكتشفنا حاجة جديدة، ان انا لما بقع هنجيبها لكم تاني عشان تبان الغلطة، عشان نفهم ايه اللي حصل. انا لما دلوقتي لما بقع، لو انا دوست بينط يعني بعد ما انا وقعت بينط، فانا ممكن اقول له حاجة تانية، مثلا نقول له لما تضغط، لو الالرم بتاعنا ده هنستخدمه على اساس ان هو مقياس اذا كنت انا عايش ولا لا، يبقى لو الالرم اصغر من الصفر يحصل الموال ده. تمام.